آخر دليل ثالث على هذا التأصيل، وهو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث رواه البخاري في صحيحه رقم 72,307. رحمك الله. ومسلم في صحيحه رقم 19,929. قال مولى ابن عباس، اذا المولى يروي عن سيده، وهذا الخادم استفاد من خدمته لأستاذه وشيخه وسيده، وهكذا ينبغي لك يا طالب العلم إذا التقيت بأهل العلم ألا تقصر في الاستفادة منهم. فكم من طالب علم يلتقي بشيخه بالساعات وبالأيام ويسافر معه ويرجع وهو لم يستفد فائدة تذكر بسبب عدم قدرته على السؤال. فقديما قالوا نصف العلم السؤال، وقالوا العلم قفل ومفتاحه السؤال، فمن أحسن السؤال حصل دقائق العلم ونخل المشايخ، وإلا بقي مكانك راوح كما كان يقول شيخنا الألباني. قال مولى ابن عباس، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فإذا ماذا كان يغلب على اليمن سكانها ديانتهم من أهل الكتاب. وشيخ الإسلام يقول وكان أكثرهم من اليهود، ولغاية الآن في زماننا الحالي يوجد يهود اليمن ذرية بعضها من بعض. فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم، إلى نهاية الحديث، فأخبرهم بأحكام الشريعة. فإذا هنا دليل آخر إلى أن أول ما يدعى إليه النصراني أو اليهودي أو الكافر وكلهم سواء أن يدعى إلى الشهادتين، فلا يدعى إلى نظر
ولا إلى علم كلام. وهذا من أقر بالشهادتين فهنا يصبح مصدر التلقي عنده السمع، فتأتيه الفرج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في كتابه الاستقامة في الجزء الأول صفحة 42 بعد 100 قال: أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الإقرار بالشهادتين، إذا ما هو أول واجب أوجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح؟ فهنا قال هو الإقرار بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. هنا حقيقة أيضا تعليق آخر لابن القيم في كتابه مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 62 و200 إلى 63 و200 طبع الدار طيبة الرياض. قال رحمه الله: وإنما قام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به. قال: وإنما قام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به. إذن أول ما يبدأ بالدعوة إلى الله بماذا؟ توحيد. إذا إخواني في الله فإني مضطر بأن أتكلم عن مسألة واقعية، وهي أن بعض الناس من المسلمين ولكن يكسوهم الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله، يزعمون أنهم يدعون إلى الله ويتنقلون في المساجد ويتركون أعمالهم ويتركون أوطانهم وبيوتهم. فأول ما تسألهم علي: هل تدعو إلى التوحيد؟ فهذه أعظم دعوة إلى الله، وهي أول دعوة إلى الله عز وجل. فإذا بهم يقولون ويكابرون منهم ويقول: نعم نحن ندعو إلى التوحيد. فيقال: هل الدعوة إلى التوحيد يسبقها التعلم، أم أنك تفهم التوحيد بالعقل؟ فيقولون: التوحيد لا يحتاج إلى علم. فهذا هو كلام النظار وكلام أهل الكلام، أننا لسنا بحاجة إلى النصوص. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يزرع التوحيد ويدعو له 13 سنة، وهو يتلو عليهم الآيات
ويذكر لهم النصوص، وكلها قائمة على التوحيد، ولم يأتي شيء من التكليف يذكر إلا القليل، ومع ذلك يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى علم. فهم لم يكتفوا بهجران العلم، بل رأوا أن ترك العلم هو الأقرب إلى الله. لذا يقولون أن العالم مثله كمثل البئر، لا يستفيد منه الناس إلا من أتى إليه، أما نحن الجهلة فمثلنا كمثل الغيوم والسحاب التي تتنقل فتنزل الأمطار. فإن سألتهم من أين أتيتم بهذا التشبيه، من كتاب أو سنة؟ قالوا لك من العقل. فرجعوا أيضا إلى أهل الكلام وإلى المنصار. وهكذا إخواني في الله، في كثير من الأمثلة التي يقع فيها من ينسب نفسه إلى الدعوة إلى الله يقع في مطبات عقائدية، ولكن ليس بالمسميات السابقة. وإن أردت أن أتوسع فأذكر أني مرة كنت قد التقيت بعامي لا يعرف شيئا عن الفرق، وبدل أن يستمع لطالب علم هو يريد أن يتكلم، ويريد أن يتكلم عن الله في علم التوحيد أيضا، فإذا به يتكلم كلام مذكور في كتب أهل الكلام. فإذا أنا أقول هذا كلام فلان من الفرق، فإذا يقول اتق الله يا شيخ، هذه الفرقة لم أسمع عنها لا من قريب ولا من بعيد. فقلت له نعم، لأنهم هم فكروا بعقولهم وتجردوا عن النصوص، وأنت فكرت بعقلك وتجردت عن النصوص، فخرجتم بنفس النتيجة. فإذا الأمر ليس قائما على المسميات، وإنما بالحقائق، كما مر معنا في دورة القواعد الفقهية، قلت العلوم متصلة غير منفصلة، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله، وتذكر الكلام الذي ذكرته لك الآن. قال: وإن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم، أول دعوة الرسل كلهم. إذن جميع الرسل أول ما بدأوا بالتوحيد، إلى أن قال ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به. إذن كل من يقول أنا أدعو إلى الله ينظر هل دعوتك فيها توحيد، هل سرت على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا في أول ما كانوا يدعو الناس إلى التوحيد، فعندها نحكم وهو يحكم على نفسه إن قبل بهذا الميزان. بل لا تعجبوا إخواني في الله إن قلت لكم
إن بعض من يدعو إلى الإسلام يقول لأتباعه إياكم أن تتكلموا في العقيدة أو التوحيد. لما؟ قال هذا يفرق المسلمين. فالواجب عليه أن يدعو إلى التوحيد، فإذا به يرى الواجب أن يمنع علم التوحيد. ثم يقول لك نحن نجتمع على ماذا تجتمع؟ على شيء فارغ. فكل دعوة خلت من التوحيد فهي دعوة فارغة لا وزن لها. قال فلا وجه لجعله آخر المقامات. هل هناك وجه أن نجعل التوحيد آخر مرحلة؟ لا يمكن، فهو أول مرحلة في الدعوة إلى الله. قال وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد. وأول فرض فرضه الله على العباد. انظر إلى النصوص التي فيها أمر كما مرت معنا قبل قليل، فما هي أولها؟ التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. إذن الأقوال كثيرة في أول واجب على العباد، فإذا لم تكن أول واجب هو التوحيد، أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول واجب فهم التوحيد بالوحي والسمع. فقال وما عاد هذا من الأقوال فخطأ. الأقوال كثيرة وعديدة كلها خطأ إذا خرجت عما ذكر سابقا. قال إلى أن قال، أيضا اقتطاع، إلى أن قال بل أوجب الواجبات مفتاح دعوة المرسلين كلهم. وهو أول ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في سورة الأعراف آية 59. قال وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح. إذن أول من افتتح من الرسل الدعوة إلى الله من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، فهو فاتح الدعوة إلى الله. فماذا قال؟ اعبدوا الله ما لكم من إله. وأيضا هذا أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا النصوص قبل قليل. فإذا البداية أو النهاية من دعوة الأنبياء أول ما دعوا إلى التوحيد،
بل آخر ما دعوا أيضا إلى التوحيد.